أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة جاءت عن حكم الاكتتاب بدفتر العائلة عن الغير. هذا كذب، هذا كذب واحتيال، هذا يتخذونه للكذب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز هذا. نعم. وأصل الاكتتاب، اكتتاب في الربا وفي بيوت الربا، هذا لا يجوز. وينضاف إلى هذا أيضا كذب، ويأخذ أسماء العائلة ليدخلها في الربا ويدخلها، هذا شر إلى شر، لا يجوز هذا. نعم.